تحت شعار ألوان رمضانية، نظم مكتب الثقافة والتنمية المعرفية زاوية الغرب معرضاً للفنون التشكيلية والخط العربي بالتعاون مع جمعية صبراتة للفنون التشكيلية وبمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين ومشجعي نادي الأهلي طرابلس بالزاوية. في هذه الليلة الرمضانية من داخل أروقة مكتب الثقافة والمجتمع المدني ببلدية زاوية الغرب، حيث هناك معرض الفنون التشكيلية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين التشكيليين بمدينة صبراتة. حقيقة مثل هذه اللمات الرمضانية دائما ندعو لها، من خلالها ندعو كل المهتمين في المجال الثقافي أن يلتحقوا بهذا المعرض الذي يتواصل على مدى 3 أيام إن شاء الله. حقيقة وجدنا عديد من اللوحات المعبرة في مجال الفن التشكيلي. المعرض ضم العديد من الأعمال واللوحات الفنية التي تنوعت بين مختلف الأساليب، منها الواقعي والخط العربي. نحن الآن في أحضان معرض ألوان رمضانية أقامته جمعية صبراتة للفنون التشكيلية والخط العربي بالتعاون مع مكتب الثقافة بالزاوية الغرب. هذا المعرض يضم العديد من اللوحات ومختلف الأساليب الواقعية والخط العربي، ونتمنى لكل الزائرين والحاضرين لهذا المعرض أن ينالوا إعجابهم ويلقوا مبتغاهم في هذا المعرض. يستمر المعرض 3 أيام ويفتتح أبوابه خلال الفترة الليلية من ليالي شهر رمضان الكريم.